السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا من هم المعنيون برفع الأجور القادم لسنة 2025؟ ويعني هي البداية، بداية التطبيق، يعني حتكون زيادة في 2025، 2026، 2027 وحتى بعدها. لماذا؟ لأنه النسبة هي نسبة 53%، بالمناسبة نسبة 53% خاصة بالأجور، ما راها خاصة لا بالمتقاعدين ولا بالمنح، باش نتفاهموا مليح. نسبة 47% اللي ديجا طبقت، ونسبة 53% اللي راها إن شاء الله قادمة، هادو خاصين بالأجور، يعني بالرواتب ماشي بالتقاعد. هذه هي دونك، هذه النسبه ماهيش نسبه قليله باش تطبق في مره واحده، والتضخم وايضا الامكانيات والميزانيه المخصصه والمداخل والعدد اللي ما راهوش يعني مع عدد صغير الى اخره، لازم تطبق على مراحل، لازم تطبق بالتدريج على الاقل على 3 أو 4 مراحل وربما اكثر، باش تكون كاين هذيك يكون يعني ليكيليبر هذاك اللي كاين بين رفع الاسعار، بين المداخيل، بين رفع الاجور الى اخره. في هذه الحاله الزيادات لازم تبدا من 2025 26 27 وربما حتى 28 باش تكون تكمله لهذه النسبه تاع 53%. بالفعل النسبه حتكون انه يزيدوا لك تقريبا شويه اكثر من نصف الراتب. هذه هي، واحد ما يقول لك انه الامر سهل، لكن بالتدريج، يعني قادرة تقصى من زيادة، تستفيد من زيادة اخرى، مثلا تكون كاينة زيادة هذا العام ربما تمش الجميع، لكن تكون زيادة اخرى تمس، راح يكون زيادات الطرق متعددة، السميك، الضريبة، ربما الاجر القاعدي عن طريق النقطة الاستدلالية لمالا، ربما القيمة، ربما الأرقام الاستدلالية الخاصة بالجدول تاع النقاط الاستدلالية للموظفين، زيادات بعض النسب المئوية، زيادات في المنح، المنح العائلية لمالا، منحة المنطقة، العلاوات، بعض المنح الخاصة بالمناصب إلى آخره. وما تنسوش أنه قبل نهاية العام راح يصدر القانون الأساسي اللي راح يمس عمال التربية، وكنا شفنا أنه راح تكون كاين زيادات معتبرة، وراح تكون إن شاء الله خاصة بهذا القطاع أكيد بأثر رجعي من جونفي 2024، وراح يكون كاين رابير لبأس به بالنسبة لعمال قطاع التربية. وأيضا كنا شفنا أنه صدرت القوانين الأساسية خاصة بقطاعين مقبل لهما، أئمة المساجد، نحط فيديو عليها، يعني أئمة المساجد والتعليم العالي اللي بديجا بدأوا يطبقوا فيه، وطبقوا بداية من جويلية هذا اللي فات. وبالتالي احنا هادو ربما تعنيش جميع القطاعات، على بالنا كان يقول لك الوظيفة العمومية فيش غير قطاع التربية، لكن قطاع من القطاعات اللي راح يستفاد من زيادات قبل نهاية العام. احنا نتكلموا بعد 2000 بعد يعني ما تخلص 2024، رانا نستناو في بداية تطبيق زيادة 53%. أكيد ستدرس في قانون المالية لسنة 2025، وراح يبدأ تطبيق وحتى تبدأ الدراسة جونفي. أنا أستبعد أنه راح تكون زيادات في جونفي، شوفي مش معناتها ما راح تكون زيادات أنه في جونفي، لكن التطبيق ما راحش يكون في جونفي، ربما راح تكون زيادة لكن راح تكون بأثر رجعي، كما رانا موالفين أنه دائما في مارس تجي زيادات وتطبق بأثر رجعي، لكن لحد الآن ما صدرتش أي مرسوم أو يعني في الجريدة الرسمية أو إلى آخره تشير إلى زيادة أو إلى طريقتها، لكن من خلال خطابة الرئيس أنه قال راح يرفع الحد الأدنى للأجور. لاحظوا معي أنه هذه النوعية من الزيادات الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور أو رفع السميك هي زيادات تمس الأجور الدنيا أو الفئات البسيطة أو اللي في أدنى سلم التصنيف للوظيفة العمومي، وهذه النقطة ربما اللي عندهم أجور لا بأس بها ما تلقوش أصلا زيادة، ماشي لا تكاد تذكر، لكن ربما ما يلقوش زيادة. التخفيض الضريبي، لأنه كان قال الرئيس أنه يزيد خفض ضريبة، نتوقعوا أنه يزيد يخفض ليرجي، هنا حتستفاد فقط الأجور اللي فوق 3 ملايين،
راح تستفاد منها. البقيه راها ما راها تخلص الضريبه، الا زادوا فيها ما راها تقيسها، والا نقصوا فيها ما راح تقيسها. دونك هنا قلت لكم بعض الزياده تمس فئات وتقصى فئات، وربما تمس فئات بفئه بشكل معتبر وفئات لا. لكن الحاجه اللي انا متاكدين منها انه اللي قاستهم زياده 2000 او زياده 47% هي راح تقيسهم زياده 53%، لكن بشكل تدريجي. لاحظوا معي انه لازم تكون بشكل تدريجي، ماشي كامل تطبق ضربه واحده. يعني راح تنوض ترقد وتنوض تلقى الاجره نتاعك زادت 53%، ماهوش نسبه قليله باش تطبق ضربه واحده، يعني لازم تطبق بالتدريج. وبالتالي في هذه الحاله حنا نستناو هذو الزيادات بالتدريج. المعنيين بصفه يعني الزاميه راح تكون الجميع، لانه كي تمس السميك وتمس ليارجي وتمس يعني اللي استفادوا ديجا من 47% اللي هما عمال وموظفي الوظيفي العمومي فقط، يعني باستثناء القطاع الاقتصادي لا، وباستثناء القطاع الخاص لا، ما عناتهمش الزياده. هنا على الاقل انه هادو اللي قاستهم 47% هي راح تزيد تقيسهم 53%، لانه راح يكمل لهم 100%. هذه مبدئيا بما فيها عمال الوظيفي العمومي، بما فيها المرسمين والمتعاقدين، والمتعاقدين بنوعيهم اللي هما المتعاقدين بالتوقيت الجزئي والمتعاقدين بالتوقيت الكلي، يعني صحاب لي 5 وصحاب لي 8. وايضا راح تمس بعض الزيادات ماشي كامل اللي القطاع الخاص كيقص السميك ويقص يعني كيقيس يعني يزيد في الحد الادنى للاجور ويزيد في التخفيض الضريبي. هنا لما لا انه راح تكون كاين زياده للجميع. هنا في هذه الحاله حيتمسوا حتى المتقاعدين وحتى القطاع الخاص الى اخره. ولكن كاين بعض المنح يستفادوا منها عمال وموظفي الوظيفي العمومي، لكن في هذه الحالات بعض المنح ما يستفادش منها الجميع. مثلا ناخذ كمثال اللي راهي دايره ضجه، اللي هي منحه المراه او منحه الاجر الوحيد. هذه مثلا يكون هو والزوجة تاعو يعملوا في زوج، ما يستفادوش من الزياده. كي يزيد فيها مثلا هي راهي 80000 نقول وردها 300000، هذيك الزياده ما راح تمس لا هذاك لا المراه لا زوج. كيكونوا في زوج يخدموا مثلا، كيكون ما يستفادش منها مثلا ماشي متزوج اعزب، هنا ما راحش تقيسوا زياده. مثلا يكون منحه الاطفال، ما عندوش اطفال ولا ماشي متزوج ولا ما راحش يستفاد منها الا زادوا فيها. هنا قلت لكم بعض الزيادات يستفادوا منها فئات وتقصى فئات. حنا اللي على بالنا انه مجموع الزيادات تاع اللي استفادوا من 47% تكون مجموع الزيادات تاعهم من 2027 راح تكون 53% لتستكمل 100% مع نهاية العهدة إن شاء الله. وأيضا في بعض الأحيان تقصى فئات وتستفيد فئات، وفي بعض الأحيان فئات تستفيد من زيادات معتبرة وفئات أخرى تستفيد من أقل، وفي بعض الأحيان تكون الفئات الدنيا تستفيد أكثر إلى آخره. يعني هذو هما الزيادات في كل الحالات. حنا رانا منذ سنوات نتبعوا في هذا الموضوع دائما، ومن بعد يخرجوا هذوك الفئة اللي ما استفادوش بزاف إلى آخره إلى آخره. لكن حنا نبقاو نتبعوا في هذه النوعية من المواضيع ونحط لكم كل ما هو جديد.